زقاق من أزقتنا عريق، تضيق به الدروب ولا يضيق، يحاذر أن يراوده غروب ويخجل أن يمر به شروق. فكم مرت خطى ومضت، ومرت خطى أخرى، وما زال الطريق. وكم من عاشقين عليه مرا، فلا المعشوق ظل ولا العشيق. في شارع الرشيد ببغداد، وفي مكان متميز، يلاحظ الزائر جامعا قديما لا يعرف تاريخ إنشائه. إنه جامع السيد سلطان علي، واسمه في الكتب السيد سلطان علي جلبي. بناه الوالي علي باشا. تمت توسعة الجامع في عام 1290 للهجرة، حيث ترك متولي الأوقاف آنذاك علي جلبي جزءاً من المكتبة والمدرسة لتوسعة الجامع. حرمه مستطيل الشكل، بني من الطابوق، زينت جدرانه بآيات كريمة. مئذنة الجامع دائرية الشكل، يبلغ طولها 40 متراً، وهي أيضاً مبنية من الطابوق ومكسوة بالقاشاني الأزرق. المنبر مصنوع من خشب الساج، ويوجد للمسجد منزل ملحق به موقوف لمن يتولى الإمامة والخطبة. وكان للمسجد مدرسة وتكية تسمى تكية قرة علي، وقد درس فيها العلامة خليل الراوي لأكثر من 20 عاما، كما يحتوي على حدائق غناء. يقول المؤرخون وعلماء الآثار إن قسماً من جداره الخارجي وإحدى مآذنه قد أزيلت سابقاً حين اختط والي بغداد الشارع الجديد، ووضعت على سياجه لوحة معدنية بعنوان خليل باشا، أي طريق خليل باشا. ثم تغير الاسم إلى شارع الرشيد بعد الحرب العالمية الثانية. سكان المناطق المجاورة للمسجد لهم طقوس في رمضان. قبل الإفطار يأتي هؤلاء بقدورهم التي طبخوا فيها طعامهم الخاص، وتمد الموائد، ويتشارك الجميع في تناول طعام الإفطار. لقمة قناعة ملفوفة بالمودة الصادقة في أمسيات رمضانية. إذن في كل رمضان تقدم الأسر أيضاً النذور. تعود سدانة الجامع وتصريف شؤونه إلى أسرة إبراهيم الرفاعي التي تنتسب إلى صاحب المقام السيد سلطان علي، أحد أبناء السيد الرفاعي والمدفون في المسجد. وتقام حفلات الذكر في المواسم الدينية التي يحييها مريدو الطريقة الرفاعية. وفي رمضان تستمر حتى إحياء ليلة القدر. هناك شخصيات تعيش في كنف المسجد منذ القدم. اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا. منظر لا أحلى ولا أجمل. أنوار جامع السيد سلطان تظهر على صفحة نهر دجلة ليلاً إلى الصباح الأول. وهنا يوقظ أذان الفجر من المسجد العتيق عشرات المصلين من الكرخ والرصافة داخلين في رحابه العتيقة، قارئين الفاتحة على روح ولي من أولياء الله الصالحين. وحول المرقد شواهد لعشرة قبور جميعها محصورة في غرفة. وعلى جهة اليمين مدخل إلى مدرسة قرة علي، فيها شاهد قبر وضحى خاتون ابنة درويش جلبي.